بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله في هذا الدرس، الدرس الثاني في التأمل وفحص بعض يرقات البعوض. في الفحص في الدرس السابق تطرقنا إلى النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والتأمل في يرقة توها خرجت من البيض. مثل ما تلاحظون إن شاء الله في هذا الدرس راح نشوفها في المجهر البيولوجي مثل ما تلاحظون. وطبعا أنا جهزت العينة وخلصت، ما يحتاج نعيد الكلام السابق والاحتياجات، فقط نلبس القفازات ونتوكل على الله ونشوف هذه العينة. طبعا هذه العينة معقدة جدا، أصغر من العينة السابقة. نشغل المجهر نشوف هذه العينة. طبعا احتمال كبير ان نخفف جزء من الماي الذي الذي موجود في سطح الشريحة، لان في حركة في اليرقة. مثل ما تلاحظون ما زالت الحركة موجودة في العينة. طبعا هذه اليرقة مثل ما تلاحظون، هذا البطن، أحاول مضطر إني أقلل جزء من الماء أيضا لكي لا تتحرك العينة. مثل ما تلاحظون هذا البطن، طبعا يتحرك مثل ما تشوفون. هذه المنطقة يوجد صمام لخروج الطعام بعد الهضم. طبعا هذه المنطقة مثل ما تلاحظون، نحاول نكبر عليها. مثل ما تشوفون عبارة عن خياشيم شرجية في خلف اليرقة. هذه مثل ما تلاحظون خياشيم شرجية في خلف اليرقة، هنا صمام يخرج منها الطعام. هنا طبعا أيضا مثل ما تشوفون بعض من الشعيرات، بعض من الشعيرات متوزعة، يسمونها العلماء الشعيرات الظهرية.
أو الخصلة الظهرية مثل ما تلاحظون جنب الخياشيم الشرجية مثل ما تلاحظون هنا أيضا مخطط المنطقة مخططة. تسمع ليش تتحرك كثيرا. هذا البطن مثل ما تلاحظون في بعض الطعام البسيط طبعا كل هذا راح يطلع من المنطقة ونكبر أيضا. كل هذا الطعم راح يخرج بعد قليل. هذا الصدر مثل ما تلاحظون في بعض الأعضاء 1 2 3 4 5 6 في كور صغار يتحركون مثل ما تلاحظون. نحاول نكبر ونشوف. طبعا مثل ما تشوفون في حركة بسيطة. هذه المنطقة هكذا أوضح. هذه المناطق التي تتحرك هنا أيضا في منطقة تتحرك أيضا. نحاول نكبر عليها مثل ما تلاحظون. نتعمق أكثر. طبعا يرغب تتحرك. طبعا هذا الرأس مثل ما تلاحظون شبه دائري أو شبه بيضاوي مثل ما تكلمنا في الدرس السابق في المجهر التشريحي. طبعا هنا الدماغ، هنا عين المركبة. نحاول نكبر في العين المركبة. مثل ما تلاحظون هنا عين المركبة. هنا أيضا عين المركبة الأخرى عبارة عن عدسات كثيرة جدا. هذه المنطقة التي تربط الصدر. مثل ما تلاحظون هذا البطن، هذه الفقرات البطنية
هذه شعيرات في البطن، نحاول نكبر مثل ما تلاحظون هنا شعيرات بطنية. طبعاً لما نتعمق في البطن نشوف جزء بسيط جداً من النسيج بشكل تناقمي مثل ما تلاحظون، عبارة عن أجزاء منفصلة تتحرك. طبعاً حن الآن نحاول نكبر، نرجع علينا مثل ما تلاحظون هنا أيضاً توجد شعيرات جبهية موجودة في الجبهة فوق الدماغ مثل ما تلاحظون. هنا شعيرة، نحاول نكبر ونتعمق فيها. طبعا صغيرة جدا مثل ما تلاحظون. هنا الأساس في الشعيرة عبارة عن ممتدة 4 شعيرات أو 3 شعيرات مثل ما تلاحظون، شعيرة شعيرتين 3. هنا تعرجات بسيطة في الجبهة، نذهب أيضا هنا الشعيرات واضحة مثل ما تلاحظون. مثل ما تلاحظون هنا كبر زيادة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعا لونت الشعيرات مثل ما تلاحظون. طبعا هذه أحد الأمراض التي تسبب تخلف للجنين، وهي أحد أسباب الحصبة الألمانية، وهي من البعوضة بعد ما تتطور التطور الرابع أو الخامس. تنقل أمراض كثيرة جدا. طبعا مثل ما تشوفون هذه بعض قرون الاستشعار، نحاول نكبرها. طبعا يوجد بعض الشعيرات البسيطة في الوجه مثل ما تلاحظون، هذا قرن استشعار. طبعا قرون الاستشعار قوية جدا. في هذه المنطقة توجد
أشياء مثل الفرشاة الغذائية، يسمونها العلماء الفرشاة الغذائية، تحاول تقرب بعض من الحيوانات المجهرية لها. حاول تحط جزء بسيط من الماء علشان تسهل الحركة لها. عشان ما تلتصق بنفسها. مثل ما تلاحظون شكلها جميل جدا، يعني سبحان الله جمال غير طبيعي هذا المخلوق. طبعا هنا الشعيرات البطنية التي تكلمت عنها، هنا القرن الاستشعار الذي تكلمت عنه مسبقا، مثل ما تلاحظون عليه شعيرات كثيفة. طبعا هذا الصدر، هذا الفتحة التي تخرج منها الشر، المواد المهضومة.